شكرا للنزاهة وشكرا للقضاء العادل. أمس نزاهة ذقار كبشت على الأملاك والبلدية مال الناصرية. شلقت؟ لقت 250 قطعة، نص مزور ونص كل واحد مستلم قطعتين. اللوقية، الذيول، المطبلين للمسؤولين اللي تنشرون على حميد الأعرج، كل واحد مستلم قطعتين، يعني مستفيد ومط فلوس، مزورين شايلين من الحاسبة ومطينا قطعة ثانية. والمعلم والمدرس والمهندس وابو الحشد وابو الجيش وابو الشرطة وابو الصحة والمعوق والعاجز والأرملة كلها ما مستلمة، وناس تستلم قطعتين تزوير. شكرا للنزاهة الذقار وشكرا للقضاء العادل. لكم بالمرصاد أيها الفاسدين، والله العظيم شكو فاسد يتلاعب بأموال الناس وأراضي المساكين هو حال حال داعش، وأتمنى من القضاء العادل لا يرحمهم. والجايات أكثر طبعا فساد البلدية، واللي علم البلدية مال الناصرية والأملاك للفساد هو نواب من ذيقار يدعون أنهم مستقلين ومبتزين، وجبناء وأنذال موظفين عار. الكم بالمرصاد قطعتين تستلم، الله لا يوفقكم.